وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عنهما أنه قال عنهما سلام الله عليهما أنهما ولداي من صلب علي، يعني أن الولادة الظاهرية أو الجسدية وإن كانت من صلب علي عليه السلام إلا أن الولادة الواقعية أو المعنوية إنما هي من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذا كان ينادى كل منهما على مدى حياتهما ماذا ينادى؟ يا ابن رسول الله. وهذا على وجه الحقيقة المعنوية وليس على وجه المجاز. فإذا أضفنا إلى ذلك وحدة النورين محمد وعلي، أو قل نور محمد ونور علي عليهم السلام في العالم الأعلى، كما هو المفهوم من قوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم قل لا، إذن يكون أولاد علي هم أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله. إلا يبقى إشكال واحد، إلا أن هذا مما لا يمكن أخذه على إطلاقه إلا في أولاد الزهراء سلام الله عليها، وهما الحسن والحسين وربما المحسن رضوان الله عليه، لأنهما من ناحيتهما أيضا يرتبطان من ناحيتها أيضا يرتبطان بنسب رسول الله صلى الله عليه وآله دون سائر أولاد أمير المؤمنين، وهم كثيرون، إلا أنهم ليسوا فيهم من ينادى أو يجوز أن ينادى يا ابن رسول الله إلا الحسن والحسين. كما لاحظوا أن هذا هو ظاهر قوله تعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فإنه لم يكن مصداق الأبناء بضرورة التاريخ إلا الحسن والحسين. فكما نفهم من أنفسنا وأنفسكم وحدة محمد وعلي، نفهم أيضا كون الحسن والحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. والملحوظ لاحظوا أن عنوان الأبناء مقدم في الآية على العنوانين الآخرين. ماذا قال؟ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم قدمهم، ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، كأنما أخر الأنفس تواضعا، لأنه هو مأمور أن يقول قل تعالوا طبعا وليس كلام الله مباشرة كأنما